توا دائما احنا كي نرجع راهو نسبة 71% حسنة وحسنة جدا، هذا نأكد عليه. النسبة هذه معناها 28 شاطئ تمثل معناها كما قلت لك نسبة ضئيلة، واحنا متعودين اللي كونوا نعطيه دائما عناوين هذه الشواطئ اللي الناس تبعد عليها، وكلها اكثريتها هي تكون معناها كما قلت لك مصب نتاع محطة تطهير او معناها مرفأ للصيادين، معناها تكون نتاع صيد بحري او تكون معناها منطقه صناعيه بجانبها. دونك جرت العاده وزاره الصحه تهبط القائمه، وزاره الداخليه تحط عليها منع. علامه منع للسباحه، ولكن لازم زيدا نذكروا بها ونقولوا عليها في الاعلام. قلت خوفا من مضار صحيه، يتعلق الامر بامراض جلديه بامراض تنفسيه؟ صحيح. صحيح، هو احنا كما قلت لك التحاليل نستهدفوهم هما تحاليل معناها يبحثوا على الجراثيم الملوثه والجراثيم اللي تمس معناها بالطبع تكون تجي من المياه مستعمله. اذا التاثيرات تكون بالطبع على الجهاز التنفسي، على الجلده، وكذلك على معناها كل ما يمثل معناها جسم الانسان. اذا كان يتعرض الى معناها جراثيم او بكتيريا معناها مضره بالطبع يستنشقها ويتمسوا في عينيه في الجلدة بتاعه. تكون بتبع عندها تأثيرات كبيرة. وإحنا شفنا في السنوات الماضية صور الناس مشيت لشواطئ ملوثة والإشكاليات متاع الطفح الجلدي وغيرها. صحيح. اللي صارت خاصة للصغيرات. جرت العادة وزارة الصحة سنويا تعلن على نقاط التلوث هذية، في تراجع في تقدم، فما شواطئ قاعدة تدخل في القائمة السوداء وأخرى تخرج. كي تعمل البيلون أو تعمل الحصيلة على الأقل خمسة سنوات سيسامية، والله تحسن النسبة، تحسن نسبي الحقيقة. تحسن نسبي كي نقارنوا ب 2023 نلقاو زوز شواطئ نقصوا في تونس، الحد الفاصل بين المرسى قمرت ورواد الشاطئ هذه النقطة خرجت، قبيلة نهج بشحام بحلق الواد خرجت، قعدوا زوز نقاط قبيلة نهج كازينو حلق الواد وقبيلة نهج فطومة بورقيبة حلق الواد. بالنسبة لجابس كانوا ثلاثة نقاط عم ناول، خرجت نقطة هي الضفة اليوم من القناة لجابس المدينة. ولكن في المقابل فما دخلت نقطة من نابل قبيلة محطة تطهير دار شعبان هذه جديدة. وفما نقطة أخرى في بنزرت البياضة واحد جرزونة دخلت نقطة جديدة. والحصيلة 28 مثلا توا في نابل مقابل محطة التطهير، في جرزونة علاش البياضة؟ جرزونة هي منطقة صناعية أكثر، منطقة صناعية. نعم. فما شواطئ أخطر من شواطئ أخرى حسب نتائج التحاليل سي سمير؟ والله حسب نتائج التحاليل، خاطر هي نتائج التحاليل تعطيك نسبة الجراثيم، معناها مجموع الجراثيم الموجودة في العينة هذيك. فما بلايس أكثر تلوث ربما بالجراثيم هذه؟ تنجم تكون حسب الدونسيتي والكثافة معناها تاع التلوث، تنجم تكون شواطئ ما حطيناش احنا درجة الخطورة، ولكن منعنا بتاتا معناها السباحة في النقاط هذوما. وديما نأكد اللي كونه تقعد راي تونس بلد سياحي بامتياز، وشواطئ انا كما ذكرت لك بكري معناها شواطئ جيدة جدا، 71% كما قلت لك جيد جدا. باش نحكيو عليه الجيد، احنا مانيش نحكيو كان على الاشكال. طبعا صحيح فما 28 شط فيهم تلوث، ولكن فما شواطئ ممتازة جدا في تونس ومصنفة عالميا ايضا. طبعا كما قلت لك 539 نحي منهم 28، معناها 511 يفضلوا كيكا. معناها ممتازين وممتازين جدا. الهواريه قليبيه كما قلت لك، المهديه، غار الملح، رفراف، كابسيرات، بركوكش في تبرقه، باجا زوارع، كاب نيجرو، معناها ممتازين جدا، معناها واجمل الشواطئ في تونس، ويقعد دائما مرجع على البحر الابيض المتوسط. نعم، عندنا دونك 71% ممتاز، من الشريط جيد وجيد جدا، جيد جدا، تقييم جيد جدا.